يمكن حضرتك أشرت لدور البنك الدولي في دعم القطاع الخاص، لذلك سنتوجه الحديث الآن مع السيد شيخ عمر سيلة المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية. طبعاً تعد المؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي متخصصة في التعامل مع القطاع الخاص، علشان كده احنا محتاجين نسأل بشكل مباشر ما هي الأدوات المطورة لكي يتم التعامل ودعم القطاع الخاص في مصر. تفضل. سعادة رئيس مجلس الوزراء، أود أن أتقدم بالشكر لكم، وكنت أتساءل متى سأتحدث وتسنح لي الفرصة أن أتحدث. أستطيع أن أقول أنني سأستخدم هذا العرض. نعم، مؤسسة التمويل الدولية جزء من مجموعة البنك الدولي، وقد أنشئت منذ 66 عاما، وأقول أن الأطراف المعنية تؤمن بالقطاع الخاص ودور القطاع الخاص في أن يلعب دورا هاما في اقتصادات الدول. كذلك لقد ركزتم على النمو الاقتصادي، وهو ليس فقط قاصر على القطاع العام أو القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك مزيجا قويا بين المؤسستين حتى نستطيع تحقيق هذه الأهداف. وكلنا جميعا نود أن نركز على خلق فرص العمل وكذلك النمو الاقتصادي المستدام. للإجابة على سؤالك، ثم سأعود مرة أخرى إلى ما تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث أننا شاركنا القطاع الخاص من خلال أدوات متعددة، ومعظم هذه المشاركة كانت بشكل استشاري، وكذلك المساعدة في دخول الأسواق ويقوم بجسر الفجوة الموجودة بين الاحتياجات وما هو المطلوب. وما نراه هنا، فنحن نقدم القروض والمنح ورؤوس الأموال، وتحدثت الدكتورة رانيا عن أهمية تقديم هذا التمويل، ولكن ليس هذا فقط ما نقوم به. في العام الماضي رأيت استثمارات تصل إلى 32 مليار دولار، وكان 10 مليار منهم تتم بالشراكة مع الشركاء، وبالتالي كانت نقطة هامة. وهنا أود أن أذكر من الجانب الاستشاري وما نقوم به في مشاركة القطاع العام بالخاص، وكذلك تقديم الاستشارات إلى هذه الوحدة، وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص. في مصر منذ عام 2005 قمنا باستثمار حوالي 5 مليار دولار في مصر، وهذه شهادة قوية أن مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في البلاد، ونجد أن هناك محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار بدأت في سبتمبر 2022. كذلك فإن عملاء الاستثمار وصلوا إلى 47 عميل. إحدى النقاط الهامة كيف ندعم القطاع الخاص. بالطبع نحن هنا لدعم القطاع الخاص في مصر، ولكن نحن نؤمن بأن إحدى المهام المكلة إلينا هي مساعدة الشركات المصرية على التطور والتوسع. وعندما ننظر إلى هذه الخريطة، خارطة أفريقيا، فنجد أن مصر هي من ضمن الدول الأربعة التي نتعامل معها، حيث نجد أن 63% من العاملين مع مؤسسة التمويل الدولية من النساء، ونسعى إلى أن تزيد هذه النسبة. هذه بعض المشروعات التي ذكرها المهندس السويدي، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية. وكذلك قمنا بالمشاركة مع القطاع المالي، ونستطيع أن نرى هنا بعض المشروعات، ولكن هذه هي التكنولوجيات التي نقدمها. ومؤسسة التمويل الدولية لديها 14 استثمارا مباشرا في فينتك. وكذلك نحن نؤمن بأن
أن هذا المجال هام، هذا النوع من التكنولوجيا هو نوع قوي وهام حتى نستطيع فتح المجال للشباب وخلق مزيد من فرص العمل لهم. الاستراتيجية التي نعمل بها في مصر هي استراتيجية واضحة، حيث أن مصر تأتي على أولوية مشروعات مؤسسة التمويل الدولية، وهناك بعض المشروعات قيد التنفيذ، وسأقابل الدكتورة رانيا في شهر نوفمبر القادم لمناقشة مشروع تصل تكلفته إلى مليار دولار، وكذلك مناقشة أجندة التنمية. وأود أن أذكر هنا بشكل سريع أننا لنا اهتمام كبير وواضح في كل العمل القطاعي في مصر، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لا نود أن ننسى قطاع الخدمات الصحية، ولدينا استثمارات تصل إلى 4 مليون يورو، ولكن نود أن نقدم المزيد في هذا السياق. لذا فسأنهي كلمتي هنا، ولكن نحن جميعا نستطيع أن نجد حلول، ولكن عندما نقوم بعمل أي شيء أو اتخاذ أي قرار يجب أن يكون هناك حوارا مفتوحا مع القطاع الخاص. إذا كان الاتجاه واضحا فإن مؤسسة مثل مؤسسة التمويل الدولية يكون لها إمكانية أن تتعاون بشكل سهل، وكذلك من الممكن أن يكون لدينا خطة لمدة 5 سنوات قادمة للتعاون في مجال النمو والتطوير، وكذلك متابعة الاستثمارات في مصر. ونحن نريد دائما أن يكون هناك مشاركة مع القطاع من الشركات المصرية، وهو أمر هام، حيث أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي من الممكن أن تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويسعدنا دائما التعاون مع القطاع الخاص في مصر. شكرا.